بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد الفكاكي رئيس لجنة التعليم والصحة والرياضة والثقافة بالمجلس الجماعي لعين عتيق. كنشكر التواصل الإعلامي اللي تواصل معنا وغطى هذه التغطية، وهذا عرس تنفتخر به اليوم وساكنة عين عتيق ككل. احنا تحملنا المسؤولية ودخلنا المجلس والله وفقنا بالساكنة طبعا، وحنا الحمد لله غادي نقدموا واحد الخدمة للساكنة بما تحمل الكلمة من معنى لجميع المشاكل التي كتحملها عين عتيق، وكنطلبوا الله ان شاء الله يوفقنا لهذا المكتب هذا بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للأسر المقصية، بالنسبة لكاع المشاكل اللي كتعيشها عين عتيق. حنا إن شاء الله حنا دايرين يد في يد، وضعنا الثقة في الرئيس الحالي الحمد لله. حنا مستعدين نضحيو بالليل بالنهار بالوقت ديالنا كامل إن شاء الله. وكنشكركم من هذا المنبر، شكرا شكرا للجميع. كنشكر السلطات المحلية والقوات المساعدة والدرك والسيد الباشا والموظفين الصاهرين على هذا العرس السياسي بالنسبة لعين عتيق اللي كتقفز واحد القفزة نوعية وسابقة في التاريخ ديالها. وكنشكركم بزاف المنابر الإعلامية.